طلقت في نيويورك محاكمة بارون المخدرات المكسيكي خواكين غوزمان الشهير بلقب التشابو، رئيس أحد أقوى كارتيلات أو عصابات المخدرات في العالم. المتابعة وهو متابع عن بتهم تهريب مئات الأطنان من المخدرات إلى الأراضي الأمريكية وحيازة أسلحة نارية وتبييض الأموال. نتابع في هذا التقرير. وسط رقابة أمنية مشددة تجرى بنيويورك محاكمة أحد أشهر وأقوى مهربي المخدرات في العالم المكسيكي خواكين غوزمان الشهير بالتشابو. التشابو الذي تربع على عرش كارتل سينالوا لما يقارب 25 سنة اشتهر أيضا بفراره من السجون المكسيكية لمرتين بطريقة هوليوودية. كانت الأولى سنة 1998 حيث تمكن من الفرار من سجن قضى فيه 8 سنوات في كيس للملابس المتسخة، وبعدها ب13 سنة تم القبض عليه مجددا ووضع تحت الحراسة الأمنية المشددة، إلا أنه تمكن من الهرب من حبسه عبر نفق قام بحفره أفراد عصابته من خارج السجن، لتتحول طرق هروبه إلى قصص أشبه بأفلام الأكشن. ويواجه التشابو 17 تهمة جنائية تشمل تهريب المخدرات والتآمر وإدارة تنظيم إجرامي، وبعد جلسات ستستمر قرابة 4 أشهر سيقرر المحلفون ما إذا كانت الأدلة كافية لإدانة التشابو في محاكمة استقطبت أنظار العالم. فهل سيطوي العالم صفحة أخطر تاجر مخدرات في العالم بعد الكولومبي بابلو إسكوبار، أم أن التشابو ستكون له كلمة أخرى؟ التشابو في محاكمة استقطبت أنظار العالم. فهل سيطوي العالم صفحة أخطر تاجر مخدرات في العالم بعد الكولومبي بابلو إسكوبار، أم أن التشابو ستكون له كلمة أخرى؟ ما ثريمس